بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عزيزي التلميذ، لقد جئتك اليوم بدرس جديد وهو حرف الراء إشباع. بسم الله. رو رو، الحرف رو بحركته البسيطة يعني ضمة واحدة. الآن الإشباع، رو رو. را 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 را. ري ري، أعد معي. ري 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 ري. را را. رو رو. ري ري. رو رو. را را. ري ري. را را. ري ري. رو رو. رو رو. را را. ري ري. را را. رو رو. ري ري. ري ري. رو رو. را را. إلى هنا نكون قد أنهينا هذا الدرس. أتمنى عزيزي التلميذ أن تكون قد استفدت من هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.